سيد الوزير، اليوم كانوا امتحانات في وقتهم ديال الطلبة ديال الطب وديال الأسنان المضربين، ما هي المستجدات في هذا الملف هذا؟ كما التزام القطاع ديال التعليم العالي وكذلك الصحة باش أن الامتحانات تكون في وقتها، وهو التزام اللي واكب الالتزام بالحوار، الحوار المفتوح، الحوار البناء، الحوار المعقول مع ممثلي هاد الطلبة. في 16 ديال النقاط وصلنا 14 نقطة، وصلنا إلى نتائج الحمد لله إيجابية وتجاوبنا. بقاو نقطتين، نقطة متعلقة بالسنة السادسة ديال التكوين في طب الأسنان، كانت التزامات قوية فيما يتعلق بأرضية التدريب، اتفاقية مع كذلك الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان باش يمكن يفتحوا المجال ديال العيادات الطبية باش يستقبلوا هذه الطلبة في السنة السادسة. ثم فيما يتعلق بالإقامة قلنا خصنا نفكروا وناخذوا الوقت ديالنا باش نشوفوا كيفاش يمكن نخرجوا إلى واحد المقاربة اللي ما نقصوا فيها حتى شي مغربي، وما نكونوش كنتجاوزوا القانون وتجاوزوا الدستور فيما يتعلق بحق كل مواطن مغربي حامل لدبلوم طب معترف به أن يجتاز مباراة ديال الإقامة، أكان في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة يعني خصوصية متعاقدة مع يعني أو شريكة للقطاع العمومي. وهادشي اللي عندنا مع اليوم، حتى الخواص اليوم راهما تيداروا في إطار شراكة، وخصنا ننتبه واحد المسألة، بلادنا محتاجة إلى مضاعفة 3 مرات العدد ديال الموارد البشرية الصحية والطبية بالخصوص، ولذلك خصنا نسرعوا في الوتيرة ديال التكوينات، وخصنا نفتحوا المجال لهاد المتدخلين باش يساهموا كذلك تحت المراقبة بطبيعة الحال ديال 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 الحكومة وديال القطاع ديال الصحة وديال القطاع التعليم العالي، من أجل تعليم ذو جودة يعني لجميع المغاربة يعني بدون استثناء. غادي ديروا تقييم لهذه المرحلة لهذا اليوم ديال الامتحان، هل هناك واحد أسوبتيسمون بالنسبة أو حوار باقي يكون مع الطلبة؟ أنا أكدت بأنه الحوار غيبقى مستمر، ووجود حلول حتى فيما يتعلق بالتدارك واستدراك الامتحان بالنسبة للي ما جاوش، لأن ربما سمعت بأنه جزء مهم اللي ما حضرش الامتحانات ديالو، ولا بالنسبة للدروس اللي تمش التلقين ديالها. فاحنا مستعدين لكل الحلول، لكن دائما أقول في إطار ما هو معقول، في إطار احترام القانون ومضامين الدستور.